خويا صاحبتي باقا ما مشيتيش، تي باقا واحد تما. اش غنقول لكم مع السور، انا وصلت ليا ماشي غير العظم، انا اش نقول لكم اني اغرق، ماشي غير انا غرقت، الله العظيم غرقت. كنتسنى دابا في الباسبورات ديال ولادي، هاد السيمانه مشيت انا وباهم وهما طلعنا لهم الباسبورات، زعما دفعنا على كل الباسبورات. دابا خلال هاد 3 ايام، دابا شحال دابا 5 ايام باش دفعنا، وهاد 3 ايام الاخره كنعيطوا لهم كل نهار في واحد الرقم ديال داكشي ديال الحاجات اللي عاجلين، زعما الحالات العاجله، وما بغاش تخرجي الهضره، الحالات اللي عاجله. فهمهم باهم الوضع وداكشي، قال لهم هذا الوضع، فهم زعما الوضع ديالي شنو خاصني نخرج. فكنتسناو دابا الباسبورات يجيونا ان شاء الله بحول الله، كنتمنى يجيونا خلال هاد 10 ايام هادي، غير يجيو باسبورات غنجي ان شاء الله لبلادي. ماما مسكينه كتقول لي طالع عليا بنتي امتى تجي وعدي تعمروا عليا الدار، ايوا هادشي اللي كاين. المهم المراد ديالي كنحاول نخليه طالع مهما كان، كتجيك واحد الحالات بعض المرات. المهم بلا ما عاوتاني الا بغيت نهضر بديت كنهضر ما غنسكتش، ما عليناش. الفيديو ديال هاد الفيديو ديال هاد اليوم اللي فيديو شهي جدا 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 جدا، جالسة في الدار. اليوم هو النهار الخامس الرابع، اثنين ما خرجش، ثلاثة لا اثنين خرجش، ثلاثة لا اربع خميس جمعة، اليوم اربع ايام وانا في الدار ما خرجش، ما شفتش، حس الزنقة، جالسة في الدار عاطية لنفسي الراحة والوليدات يعطيهم وقت، كنستمتعوا بوقتنا مع بعضياتنا. فاليوم قلت غندير لهم واحد الأكلة اللي خاصني ضروري نشاركها معكم، اللي هي الكفتة ديال الدجاج. هاي غتشوفوها دابا قدامكم كيفاش كتجي، واحد الحاجه اش غنقول لكم، واحد الاكله اش غنقول لكم، غتقولوا ما عمرنا ما كلنا كفته ديال الدجاج، لكن نقول لكم خاصكم تجربوها، شوفوا معايا كيفاش كتجي، كيفاش كتجي محمره، كتجي غزاله 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 وسهله، مالها ما فيهاش شي تعب. انا حيت اليوم عيانه شويه حاسه بالارهاق، شقيت الصباح مزيان على قلبي، هادشي علاش ما فيا ما نطيب لهم شي حاجه لي تاخذ ليا الوقت بزاف ولا تاخذ ليا مجهود بزاف. هادشي علاش قررت ندير لهم هاد الكفته هادي ديال الدجاج اللي جهزت هادشي ديالها ومورايا. اجي تفضلوا معايا، تفضلوا الله يخليكم، طيب انا وياكم يلا بسم الله. خاصني نطفي هذا الضوء، مشكله خاصني ندير شي بريز اخر. انا هنايا كاين واحد تما واحد هنايا، انا نشوف كي ندير ونرجع لكم. هنا شوفوا خصكم هذا سميتو بالعربيه دبس ديال الخروب، دبس ديال الخروب ما كيخطانيش، كل صباح كنعطي لولادي معلقه منه. لو كاين عندكم الخروب ولا الدبس ديال الخروب شفتوه في اي بلاصه، ضروري 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 ما تشريوه لوليداتكم، مفيد لواحد الدرجه، ما 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 توكلوهمش ما تشربوهمش. المهم عطيوهم هذا راه بحال كلاو شربوا، بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش ليكم، ما عندهمش الشهيه مضاربه معاهم، الا كتعرفوا شي حد جاي تركيا ولا جيتو نتوما تركيا ضروري تشريوه من العطارين ولا كاين حتى في الفارماسيان، ضروري كنوصيكم. كيدير الدم، كيدير الطاقه، كيغلظ الوليدات، كيفتح لهم الشهيه، واعر هذا مشروب سحري، معلقه كبيره في الصباح على الريق وتشوفوا الوليدات كيفاش غيوليو. المهم عندي دابا بسم الله نقفضوا طب الخساره، عندي صدر ديال الدجاج، نحطوا الصدر ديال الدجاج ديالنا في بلاتي نحيد ويك 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 عبد الله. انا ما عنديش مع الجلده هادي، انا ما كنحملها، نقبل يا ربي تسمح ليا. قولي صار ما شتيهاش، نقول لكم ما شتيهاش، خرجت هذا الدجاج من الفريغو الصباح ما ديت ما جبت دجاج تيوليش. هاد الشيء الحاجه اللي تعيفي منها ولا اللي ما تحمليهاش هي اللي كطيح فيك ديما، يا ربي تسمح لي راه نعمه، ولكن ما هاد الجلده هادي وهاد الشيء ما مهم. غسلت الدجاج وداك الشيء غنحطو هكذا، خليو كل شيء هكا.
وعندنا بطاطا مسلوقة، بطاطا مسلوقة وعندنا بصلة صغيرة النص ديالها، بصلة صغيرة. عندنا معلقة صغيرة ديال النشا ولا مايزينا، معلقة صغيرة ديال الملحة على حسب عينكم ميزانكم، وشوية ديال القزبر اسميتو البزار، البزار ولا الفلفل الأسود. صافي، أكلة سهلة مهلة، ما تحتاجوش فيها شي حاجة كثيرة. صافي، وكنخلطو كنطحنو كل شيء. بسم الله. شوفوا الكفته ديال الدجاج هي هذه دابا، لانها تلصق ليا في يديا غنديروا هكا شويه ديال الزيت في يدينا وكناخذوا بحال هكا. صافي، بحال الكفته كتكوروها. هذا هو الشكل النهائي، كيفاش كتجي؟ شوفوا معايا كتجي زوينه. بغيت انا غنحل لكم وحده دابا وتشوفوها.
والله العظيم وما تسالوني حلوف، ماشي حيت انا اللي درتها كنشكر في راسي، لكن كتجي مقرمشه كتجي غير من واحد شويه من هنايا، وواحد البنه واحد اللذه. يا سلام، شوفوا الا جربتوها مثلا اللي تفرجوا في الفيديو انا عارفه ومتاكده مليون في المية الا جربتوها ملي تفرجوا في الفيديو مثلا الغد لي النهار اللي بعده غتعاودوها عاوتاني، غتبغيو تعاودوها عاوتاني بكثره ما اللذيذه. وليداتكم غيقولوا لكم اللي ما كياكلوش لكم الدجاج مثلا، تفلعوا عليهم ضحكوا عليهم قولوا لهم راه كفته، ورا كفته ما كاينش فرق بينها وبين الكفته العاديه. كتحمق 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 كتحمق، عطاني الله الصحه وخلاص نفسي توعدوا اضحكين اضحكين نعيط على وليداتي دابا ونخليهم يذوقوها قدامكم ونشوفوا رد الفعل ديالهم. يلا دلاله ميراج دلاله ميراج غنعطيهم فرشيطة يلا جربوا قولوا لي. ناصر كي دايره؟ الصحة. بطاطس بطاطس؟ لا طاووك. عرفتوا شنو طاووك سميتو؟ طاووك هو الدجاج. طاووك سميتو طاووك بطاطس. فيها دجاج وبطاطا طاووك بطاطس. مهم نقول لكم بالسلامة عليكم. انتم اش غديروا؟ اجي اجي انتيا اجي انت انت شيرو كل يجلس ياكل. نقول لكم واحد تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف بزاف، تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. هادشي بان ليا واقيلا شي ما غتقدنيش، داكشي الاخر غنعاود نطيب عاوتاني شويه واقيلا. نشاط ليا غنخليه هكا خضر، حطيته في الثلاجه نخليه خضر ونديرو في بوشي ديال الثلاجه ونحطو في الفريكو. ملي نبغي عاوتاني نطيبو نخرجو ونخليه ترخف عاوتاني بحال الكفته نحطها ونديرها في المقله. يعني شي حاجه براتيك وما يتخاف وما يخسر ما حتى شي حاجه، داكشي كيكون كونجلي ما توقع عليه حتى شي حاجه. ونقول لكم من دابا تهلاو في راسكم من دابا بالصحه والراحه، ولا نقول لكم تركيا افيا توصل. وشنو ثاني تقدروا تاكلوا مع الكيتشاب مع المايونيز دابا خمس مع نحط ليهم. اها يلا باي باي.